جنة النعيم يدخلها نوعين من عباد الله، المقربون، فقال تعالى بسورة الواقعة الآية 10: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، مذكورين صراحة. الصنف الثاني الذي يدخلها عباد الله المخلصين، فبسورة الصافات: إلا عباد الله المخلصين في جنات النعيم. ومنلاحظ الميزات بالخدمات وبالامتيازات بين المقربين وعباد الله المخلصين في امتيازات هائلة، فما بالنا بالجنات الأخرى. من المقربين مثلا عيسى عليه السلام صراحة في القرآن الكريم، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. واضح تماما، ومن المقربين من عباد الله المخلصين يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لكن بين المسيح وبين يوسف ميزات هائلة في الخدمات، مع أنهم في جنة واحدة هي جنة النعيم. أبونا إبراهيم الخليل عليه السلام ضرب ضربة معلم، طلب بالاسم: واجعلني من ورثة جنة النعيم. لم يطلب لا فردوس ولا عدن ولا الخلد والمأوى، طلب بالاسم: واجعلني من ورثة جنة النعيم. إذا ضمن نفسه أقل شيء من المقربين أو من عباد الله المخلصين يعني. لكن نلاحظ الميزات عند المقربين، قال تعالى: متكئين على سرر موضونة مطرزة بالجواهر واللآلئ. بصورة الصافات عباد الله المخلصين متكئين على سرر متقابلين، ما في زخرفة، ما في كلمة موضونة. لكن عباد المقربون قال تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون مزينين بالحلي والجواهر بأباريق وأكواب وكأس من معين. بجيب الكاسة مع البريق، وهي منتهى الضيافة لما بنضيف حدا شاي ومنجيب البريق معنا، هذا يعني مزيد من الكرم أحسن ما نجيب الكاسات لوحدها. لكن عند عباد الله المخلصين بصورة الصافات قال تعالى: يطاف عليهم بكأس من معين، ما في أباريق ولا في أكواب. ميزة في الخدمات. المقربون قال تعالى: وفواكه مما يتخيرون. هو بيطلب نوع الفاكهة، عباد الله المخلصين ما بيطلب لكن إجباري. قال تعالى: فواكه وهم مكرمون بسورة الصافات. جنابك اللي بيعمل مقارنة بين سورة الواقع وسورة الصافات بيلاقي جدول مقارنة رائع. الحور العين عند المقربين قال تعالى: كأمثال اللؤلؤ المكنون. عند عباد الله المخلصين قال تعالى: كأنهن بيض مكنون. إذا نلاحظ مع أن الجنة واحدة، وبين المقربين وعباد الله المخلصين حتى بين الرسل والأنبياء، الشيء العجيب فعلا في قرآننا الكريم، وهذه رسالة يجب أن ننقلها للأديان الأخرى. كل إنسان غير مسلم إذا بآمن بيدخل جنة النعيم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. كل هذا الإغراء المذهل يجب أن ننقله للجانب الآخر، إنه تعالوا إلى جنة النعيم، مع أنه نحن بيطلعنا الفردوس يعني. إذا أدنى من جنة النعيم هنالك الغرفة. الغرفة يجب على الإنسان أن يحقق 22 شرط لكي يحصل على الغرفة. أولا أن يكون من المتقين. بصورة الأنعام الآية 151: 10 شروط ليكون الإنسان من المتقين. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا
إمام المتقين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بعمره ما بعصب، ما بطلع من تمه غير كلام سليم، كلام عفوي مسامح، دائما لا يتكلم إلا بالسلام، لا بيشتم حدا ولا بيسب حدا مثل ما فضل يوم الثالث بخطبة الجمعة، يعني إنه لا بيشتم حدا ولا بيعصب على حدا. خاطب والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما إلى آخره، إلى أن قال واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. إذا الغرفة أعلى من جنات الفردوس. بقي لدينا أربع جنان، فردوس وعدن والخلد والمأوى. إذا للحصول على جنة الفردوس ست شروط فقط واردة في بداية سورة المؤمنون. قد أفلح المؤمنون، طبعا الآية واضحة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وملكت أيمانهم، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. مذكورة صراحة. إذا للحصول على جنة الفردوس ست شروط فقط واضحة في سورة المؤمنون. أدنى منها جنات عدن. جنات عدن تلتقي فيها كل الأسرة، مكان اجتماع الأسرة. وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. إذن يجتمع شمل الأسرة في جنة عدن. الشيء الطريف والرائع أنه في آخر سورة الرحمن جدول مقارنة رائع بين الجنان الأربعة. الذي يخاف مقام ربه يأخذ أربع جنات، ولمن خاف مقام ربه جنتان. بعد أن ذكر المواصفات قال ومن دونهما جنتان، فصاروا أربع. إذا وقفنا عند كلمة ومن دونهما وبدأنا نقارن كل ميزة ذكرها في الجنتين العلويتين كررها في الجنتين السفليتين لكن بمواصفات أدنى. الجنتين العلويتين ذواتا أفنان، أشجار ضخمة لها أغصان، تحت مدهامتان، خضار فقط ما في أغصان، مدهامتان بعد كلمة ومن دونهما. الجنتين العلويتين فيهما عينان تجريان، يوجد ماء زائد لكي يجري، تحت فيهما عينان نضاختان، الماء داخل البركة ما بيجري. الجنتين العلويتين فيهما من كل، ما في نوع ناقص، من كل فاكهة زوجان، تحت فيهما فاكهة، مو من كل، فيهما فاكهة ونخل ورمان. الجنتين العلويتين متكئين على فرش بطائنها من استبرق. الجنتين السفليتين متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، ما يسمى المد العربي.